انتصار ما بتحبش الانضباط؟ لا بالعكس، بحب الانضباط جدا. في صراعاتك مع اللي حواليكي، المخرجة كاملة أبو ذكري طلعت من مسلسل ذات قالت إنك ممثلة عظيمة وقديرة، بس مش هشتغل معاها تاني لأنها مش منضبطة، مش ملتزمة. إيه؟ أنا والله عايزاها تبطل تتكلم في البرامج كده، مش صح يعني، مش حلوة يعني الشكل. طب ما أنت بتتكلمي في كل حتة. بس مش بتكلم عليها. بجيب سيرتها أبدا. غير بكل خير يعني، زيت أخرج كذا وأخرج الأستاذ خيري شارة وكمل والدنيا جنب باسم سمرة نيلي، الدنيا حلوة يعني. لكن أنا مش حابة إن هي تطلع تتكلم في البرامج كده يعني. ما حبيتش إن هي عملت كده يعني. فأصل هي بتتأخر وأنا مش هشتغل معاها. طب ما تشتغليش يعني، ما حدش ضربك على إيدك وقالك اشتغلي معايا بالعافية. واطلعي اتكلمي على أعمالك، اتكلمي على نجاحاتك، اتكلمي عن شغلك، واللي يجيبك يجيبك عشان شخصك، مش يجيبك عشان تزمي في زمايلك. عيب لما الآخرين يستغلوكي. ما تبقيش ضحية. انتي كبارة، انتي جامدة، انتي من أهم المخرجات الموجودين في الشرق الأوسط. كلمي عن نفسك. وعلى فكرة بحبها، دي صاحبتي. فأنا يصعب عليا إن يستدرجوها في البرامج. بس هي قالت مش هتشتغل معاكي تاني، لكن هي بتقدرك وبتحبك يعني. هي بتشكر فيكي كممثله وبتقول انها بتقدرك وبتحبك. بس انا ما حبيتش ان هي تطلع تتكلم في البرامج. يعني ما بحبش مشاكل العمل تطلع على تبقى بتتداول في البرامج يعني. بحبش. كواليس الشغل المفروض تفضل في الشغل. ما حدث في روما يبقى في روما. طب انتصار بتحب تفضل اطول وقت ممكن على المسرح؟ تصريحات مجانية على طول حطاكي على المسرح، بتحبي إحساس إن أنت على المسرح؟ لا، أبقى على المسرح أعمل مسرحية. أنا عشان كده أمسك الميكروفون. أنا قصدي على المسرح. قلتها يعني بسلاسة. قلتيها من قلبك قوي. لا، ضحكتي عليا في السؤال بابتسامتك الرائعة. لا، أنا قصدي على المسرح يعني ترند متداولة. لا خالص، أنا بطلع ترند لوحدي. أيوة، من غير ما أقصد. ما أنت بتتكلمي جملة بتطلع ترند، تقعدي متداولة. طب أعمل إيه بقى؟ طب يعني مفيش جمل أو تصريحات من دي مقصودة؟ ولا تصريح من ده مقصود خالص. أنا حقيقية. بتسأليني بجاوب، إجابتي مختلفة بقى، ده مش ذنبي. مش متصنعة. مش بقلد الناس التافهين المتحنتفين الكدابين المتصنعين. أنا حقيقية بجاوب إجابات حقيقية. ومش بتخافي من المجتمع؟ وخاف من المجتمع. ومش بتخافي تصطدمي بقيمه؟ قيمه إيه؟ وأنا ضد قيم المجتمع؟ لا طبعاً، مش ده المقصود. وأنا ضد الصح اللي في المجتمع؟ ده أنا بقولك أنا حقيقية. حقيقية يعني أنا من الشارع. رجلي على الأرض يعني. أنا في الواقع. فبرد من الواقع. مش برد من خلال الأضواء الساطعة والفنانين الرائعين والزيف. لا، رجلي على الارض. هتسالي سؤال هجاوبك اجابه حقيقيه، ولو فيها يعني صرامه شويه او صعوبه شويه احاول اجمل الاجابه. بس هقول الاجابه.